أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال قد تكرر أكثر من مرة، وفيه يقول السائل: إن طالبات الثانوية يعملن الآن حفل تخرج كل سنة، فهل يجوز لهن لبس إكليل من الورد على الرأس؟ لا. أو لباس معين؟ لا لا، هذا تقاليد وتشبه، يكون الطالبات بلباسهن العادي، لا يغير شيء، لا يغير شيء من لباسهن المعتاد. نعم، فلبس الأكاليل أو العباءة اللي على شكل خاص أو على رؤوسهن، لباس الراهبات، يلبس لباس الراهبات، هذا حرام تشبه قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، يلبس اللباس المسلمات، الحمد لله، ولباس المسلمات أحسن من لباس الكافرات. نعم، وأجمل. نعم.